طبعا ما كاينش والدين اللي هما غادي يقولوا انا غادي ندير لولدي هكا عمدا باش نعذبو ولا ناثر عليه ابدا. ولكن انا سعيده بزاف ديال الاباء والامهات كتكون عندهم واحد الصوره المثاليه على الوليد ولا البنيته ديالهم. يعني ها ولدي فاش غيكون مربي ها كيفاش خصو يكون. فما كيقدروش انهم ينفصلوا على داك الصوره باش يشوفوا الطفل ديالهم هو كيف داير في الحاجات الزوينين ديالو والحاجات اللي قاد عليهم والحاجات اللي ما قادش عليهم ولا بوين فور ديالو ولا بوين فيبل ديالو. كيفاش نعاون ولدي انه ينميهم وكيفاش انني نوصل له داك الحب ديالي ليلو بغض النظر على شنو دار او شنو ما دار. انني محتاج ندوز وكليت معاه ونفرح معاه ونقتسم معاه اشياء. وهذه اكبر حاجه اللي كتوصل لولدي ولا لبنتي الميساج على انني كنبغيه وكنبغيه في حياتي حيت هو فقط ولدي ولا بنتي. اذا هنا لسائده كاين اباء اللي هما ترباو بهذه الطريقه هما عندهم واحد الخططات ذهنيه لا شعوريه في راسهم ديال ان الحياه راه هكا وباش نعيشوا مع بعضياتنا خاصنا نكونوا هكا. يعني كاين مسائل مفروضه خاصها الدار بواحد طريقه معينه وكاين واحد الميول للتحكم كاين واحد الميول لانه الامور يكون فيها واحد ليزيكزيجونس بواحد الشكل معين باش عاد العلاقه مع الطرف الاخر تكون اللي هي ولدي واللي هي ربما كانت مع الاب ديالي كان كيديرها عليا ولا الام ديالي كانت كديرها عليا ولكن داكشي كله ترسخ عندي بدون ما نشعر وكنعاودو على وليداتي. اذا لسعيدة داكشي علاش حنا الاخصائيين النفسانيين كان دائما كنركزوا مع الاباء والامهات يحاولوا يشتغلوا على ذواتهم باش يفهموا اشنو الحاجات اللي عاشوا في الصغر ديالهم ولكن داك الحاجات نساوها ولكن هي خدامه فيهم وراه كيعاودوها على وليداتهم. وربما حتى هما كيقدر يكون عندهم داك الخوف من الهجر ديال ان الا ما فرضتش على ولدي والا ما حبيتوش بهذه الطريقه اللي غنتحكم فيه ويرضخ لي لهذا الشيء كامل اللي انا كنطلب منه راه يمكن حتى هو يتخلى عليا. يعني ممكن ان حتى هما يكون عندهم واحد القلق ديال الهجر ديال التخلي وهما ما واعيينش به نهائيا ولكن كيكون داك الطفل هو امتداد للسائده الاب والام. يعني الحاجات اللي انا ما حققتهمش خصو وليداتي يحققوهم وباي طريقه كانت بغض النظر على هاد الوليد او هاد البنيته واش قادر واش ما قادرش. وفي وسط هاد الشيء كامل كيضيع الحب الحقيقي اللي خصو يوصل لوليداتنا واللي كيخصهم يتغداو عليه وبيه باش يقدروا يتبناو في شخصيتهم وتكبر شخصيتهم وتطور.